بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ان احنا سعداء جدا في وجودنا في هذه المدينة المقدسة مشهد، حيث قبر الامام الرضا عليه السلام. وفد يتكون من 50 شخصية اعلامية وصحفية من اسماء معروفة، ويمثلون الاعلام الكويتي بكل شرائحه واتجاهاته. قابلنا العديد من المسؤولين ووجدنا ولاحظنا ان هناك ترحيب كبير جدا. هناك يعني المسؤولين في ايران وفي مدينة مشهد ومحافظة خراسان على وجه التحديد مهتمين جدا بالوفد، مهتمين جدا بهذه الزيارة. واحنا ايضا ككويتيين ايضا حجم الوفد والاسماء اللي يضمها الوفد تعكس ايضا اهتمامنا ككويتيين في تحقيق مثل هذا الترابط اللي يتم عبره مثل هذه الزيارات الودية ذات الطابع الرسمي او رسمية ذات الطابع الودي. فزيارة سعدنا فيها جدا. غالبية اعضاء الوفد لاول مرة يزورون مدينة مشهد ومرقد الامام الرضا عليه السلام، ولا شك ان هذه فرصة لنا يعني لتأكيد اواصر الصداقة والعلاقة المتينة اللي تربط بين الشعبين الكويتي والايراني وبين ايضا حتى الحكومتين الكويتية والإيرانية. أنا أود أن أعبر عن شكري العميق للأخ عدنان الراشد الذي قام بجهد كبير في تنظيم هذه الرحلة وكذلك سفريات السيد. وأيضا نشكر كل القنوات الفضائية اللي رافقتنا والزملاء الصحفيين اللي تابعوا مراحل هذه الزيارة المهمة، واللي أتمنى أن تكون جزء أو بداية لسلسلة من الزيارات اللي سنقوم فيها إن شاء الله وسننظمها للعديد من المدن في إيران الصديقة. وشكرا لكم.